وهنتكلم بقى عن ابدا برجال اليد الاهلي. خلينا نبدا بيهم، تمام. قول لنا الجديد في الملف خليني ده. بس قبل ما ابدا الكلام عن الالعاب الجماعيه، طبعا بتمنى للنادي الاهلي عنده مباراه مهمه امام نادي الداخليه النهارده في كاس مصر في دور ال 16. ان شاء الله نتمنى التوفيق والفوز للنادي الاهلي، وان شاء الله يتاهل لدور الثمانيه. نروح بقى لكره اليد. كره اليد طبعا احنا كلنا عارفين قدموا موسم قوي، صحيح. موسم استثنائي، حققوا الدوري والكاس وحققوا السوبر الافريقي اللي منها تاهلوا لبطوله طبعا. العالم للانديه. بصراحه القياده الفنيه او تغييرها في البدايه هي اللي خلت بصراحه الموسم يبقى استثنائي. يعني النادي الاهلي عنده دلوقتي المدرسه الاسبانيه في المدربين الفنيين الاسبان في كذا لعبه، فالنادي الاهلي في كره اليد دعم بشكل قوي في بدايه الموسم. كان في ناس طبعا او كل يعني مجموعه من جماهير النادي الاهلي كان ما عندهمش ثقه في البدايه في فريق اليد، لكن الحمد لله قدر فريق اليد ان هو يكسب 3 بطولات ويتاهل كمان لبطوله العالم للانديه، بعد طبعا دعم كبير وروح ما بين اللعيبه والقياده الفنيه اللي عملت حاله داخل الفريق. تعالى نقف شويه بقى عند القياده الفنيه دي الاسبانيه تحديدا، لان فعلا حكايه يعني ملفته للنظر. واكيد النادي الاهلي لما يكون بيتعاقد مع مدير فني عشان يعني يدرب اي فريق من الفرق الرياضيه المختلفه، عارف كويس هو بيعمل ايه، بيدرس صحيح. تاريخ وسي في كل اسم معروضين عليه، ويحسن انتقاء الافضل للنادي الاهلي. صحيح. ليه اسبانيا بالذات؟ وواضح كده ان كمان يعني عاملين شغل على مستوى رياضات مختلفه، مش حتى رياضه بعينها. اكيد طبعا، هي مدرسه مختلفه، مدرسه رائعه، واحنا عندنا 3 مدارس دلوقتي في النادي الاهلي، يمكن الاسباني ديفيد ديفيز في كره اليد، وعندنا الاسباني الجديد لفريق كره الطايره، وعندنا كمان اجوستي. فالمدرسه الاسبانيه قدرت تنجح مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كره اليد، حققوا 3 بطولات الحمد لله، وكنا قادرين نحقق البطوله الرابعه لولا يعني سوء التوفيق، والحمد لله ربنا اكرمنا وتاهلنا لبطوله العالم. عندنا مستر اجوستي مدرسه برضو اسبانيه قدرت تنجح مع النادي الاهلي، حقق اول موسم ليه مع النادي الاهلي 5 بطولات، الموسم الثاني بيحقق 4 بطولات وهيشارك برضو في بطوله العالم للانديه. فبصراحه هي مدرسه ناجحه، لما جت النادي الاهلي قدرت تنجح مع النادي الاهلي، وقدر ان هم يدوا حاجه فنيه مختلفه للعيبه النادي الاهلي، شفناها في الملعب وشفناها بطولات للنادي الاهلي. كلام محترم. طب انت بتفسر بايه نجاح مدرسه عن مدرسه؟ يعني ايه السبب في نجاح المدرسه الاسبانيه او الفكر الاسباني معانا؟ عندهم فكر مختلف، عندهم شغل رائع، يعني بصراحه قدر. يعني انا لو حبيت اتكلم عن اجوستي بشكل عام او بشكل خاص، اجوستي انا مسميه الساحر. هو جه مع النادي الاهلي قدر ان هو يطور من اداء اللعيبه، عمل روح ما بين اللعيبه ومن بين بعضها، بيقدروا يشتغلوا على الحته الفنيه اكتر، بيقدروا ان هم يطلع من اللاعب كل اللي عنده، وده بنشوفه في الملعب. وقدر النادي الاهلي مع المدرسه الاسبانيه ان هو ينجح ويحقق كل البطولات هذا الموسم. يعني النادي الاهلي بيحقق موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت استاذ كريم، 22 بطوله ده في الالعاب الجماعيه، انما لو اتكلمنا عن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه فالنادي الاهلي محقق 35 بطوله. يعني النادي الاهلي بيقدم موسم استثنائي صراحه، كان فيه دعم طبعا. وعلى مستوى